السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائنا التلاميذ عزيزاتنا التلميذات مع هذا الفيديو الجديد من فيديوهات قناة الدعم اليسير. فيديو اليوم يهم مادة الرياضيات وبالضبط المستوى الأولى إعدادي، وعنوان الدرس هو العمليات على الأعداد الصحيحة والأعداد العشرية. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نحلوا مجموعة من العمليات لتضم عمليات الجمع وعمليات الطرح، عمليات القسمة وعمليات الضرب على الأعداد الصحيحة وعلى الأعداد العشرية. ولكن هنايا غادي نحاولوا نتعلموا كيفاش نحلوا هذا النوع من العمليات. لكن قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد عنا. إذن فلنبدأ على بركة الله. أول حاجة بغينا خصنا نعرفوا على هذا النوع من التمارين هي أننا ضروري أننا نلاحظوا مزيان كيفاش مكتوبين. يعني نلاحظ هنا كما تلاحظون عملية أ تساوي 17 زائد 3 ناقص 13 زائد 24 ناقص 11. هذه العملية المطلوب منا هو حسابها، وكنبداو أننا نلاحظوا ملاحظات جيدة. هاد العملية كيف ما تلاحظوا فهي فيها غير زائد وناقص، راه الأمر تختلف إلا كانت هناك الضرب والقسمة، تختلف إلا كان عندنا الأقواس والمعقوفات. إذن أول ملاحظة تلاحظها هي العمليات اللي موجودة لنا في داك العملية اللي بغينا نحسبو. هنا بما أنها هذه أسهل العمليات، علاش؟ لأن فيها زائد وناقص، وغادي نقومو بحلها ونجيو من بعد نحلو عمليات فيها الضرب و القسمة. لأنه علاش هادشي؟ لأن في العمليات على الأعداد هي عندها الأسبقية، تنعطيوها للضرب وتنعطيوها للقسمة. يعني فين ما كانت عندنا شي عملية وكان فيها الضرب والقسمة وزائد وناقص، ضروري لنا ما ننتبهوا لواحد النقطة مهمة. هاد النقطة تتقول لنا بأن الأسبقية تنعطيوها للضرب والقسمة قبل الجمع والطرح. ما معنى ذلك؟ متى تكون عندنا العملية بحال هذه مثلا، هذه فيها الجمع والطرح والتي يكون فيها الضرب والقسمة، ضروري ما نسبقوا العمليات ديال الضرب وديال القسمة في الحساب، عاد من بعد نمروا للجمع والطرح. الآن نحلوا هذه العملية ومن بعد غادي نمروا للعملية الأخرى. لاحظوا هنايا ماذا لدينا 17 زائد 30 ناقص 13 زائد 24 ناقص 11. هنا أول مرحلة هي أننا ضروري ما نسبقوا الحساب العددين الأولين، دوك زوج العددين بجوج نسبقوا هادو ونحتفظوا بهادو. كيف ذلك؟ لاحظوا معي 17 زائد 30 تساوي 47، والأعداد الأخرى تنحتفظوا بها ننزلوها. إذا 13 زائد 24 ناقص 11. لاحظوا هنا جدرنا جمعنا هاد زوج العددين حطيناهم 47 ونزلنا العددين الأخرين ما قسناهمش، يعني بدون تغيير. ثاني المرحله الثانيه، لاحظوا نجمعوا دائما تصرفوا مع العددين اللي تابعين الاولين، ومن بعد نحتفظوا بالعددين الاخرين. هنا عندنا 47 ناقص 13 كم تساوي؟ فهي تساوي 34، ونحتفظوا بالعددين. دابا 34 47 ناقص 13 هي اللي حسبنا 34، ونحتفظوا بالعددين اللي باقيين. مفهوم؟ نكملوا ثاني المرحله الاخرى. ثاني تنجمعوا هاد العددين 34 زائد 24 هي 58، 58 ناقص 11. اذا لاحظوا معايا اننا دائما تنقوموا بجمع العددين الاولين والاخرين تنزلوهم، يعني تنحتفظوا بهم. هنا 58 ناقص 11 فهي تساوي 47، وبهذا نكون حسبنا هذه العملية. إذن كملخص وخلاصة لهذا الشيء درنا أننا فاش تكون عندنا العملية ما فيها لا ضرب لا قسمة لا أقواس، أننا ببساطة تنمروا الحساب العددين الأولين بالترتيب، تنحسبوا الأولين ونحتفظوا بالأخرين. دائما الأولين جوج الأولين نحسبوهم ونحتفظوا بالترتيب حتى تنكملوا العملية، على ما تنظن الأمر سهل وواضح. نمروا الآن لعملية أخرى اللي فيها الضرب والقسمة. الضرب والقسمة. إذن كيف ما تلاحظوا معايا هنايا، فعندنا العملية الثانية اللي هي عملية بي
دائما المطلوب هو حساب العملية، حساب هذه الأعداد. لدينا 68 زائد 3 في 4 ناقص 10 زائد 24 مقسمة على 6. حسابها بكل بساطة كما قلنا في الأول أن الأسبقية ضروري نعطيوها الضرب والقسمة، معنى أننا تنحسبوا الضرب والقسمة هما الأولين، عاد من بعد تنمروا لجمع والطرح. كيف ذلك؟ لاحظوا معي هنايا، هنا 68 ما فيها لا ضرب لا والو، نحتفظوا بها تنزلوها. هنا الضرب كاينه 3 في 4 نحسبوها هي الاولى، هي 12 ناقص هنا 10 هي الطرح يعني ناقص 10. هنا 24 مقسمة على 6 نحسبوها هي 24 مقسمة على 6 هي 4. لاحظتوا؟ إذن هنايا ملي تكون عندنا العملية مجموعين فيها العملية الأربع، فالأسبقية للضرب والقسمة ثم بعد ذلك الجمع والطرح. المسألة واضحة وبسيطة. لما تنفوتوا هذه المرحلة تنجزوها، فإننا تنقع في هذه المرحلة اللي فتنا، يعني هذه الحالة تولي عندنا العملية لأننا بنا نحسبوا فيها الجمع والطرح. وكيف ما قلنا في السابق، فإننا نجمع العددين الأولين، يعني بنا نجمعوا 68 زائد 12 ونحتفظوا بقية الأعداد. هنا 68 زائد 12 فهي تساوي هنا 80، 80 ناقص 10 زائد 4. مفهوم؟ نتمنى يكون واضح. وهنا تاني المرحلة اللي من بعدها أننا تنحسبوا 80 و 10، 80 ناقص 10 فهي 70، ونحتفظ ب 4 زائد 4. هنا تاني تنحسبوا الباقي فهي 74. نتمنى أن الشرح يكون واضح وسهل لكم المسائل، وهي المسائل سهلة، يكفي شوية التركيز وإنجاز تمارين. يعني عندنا تمارين في المقرر، وعندنا تمارين، عندنا التمارين اللي تعطونا ضروري أننا نركزوا بشوية، وراء الحلول راه بسيطة، يكفي نستحضروا هاد المسائل اللي قلنا دابا. آخر من العمليات، لاحظوا هنا مزيان، لدينا العملية سي تساوي 6 زائد معقوفة محلولة، هاد العلامة هذه فهي معقوفة، قوس 14 في 2 زائد 50 مقسمة على 5 60 المعقوفة والقوس ناقص 2. هنا كيف ما تلاحظوا، هنا الجديد هو أننا حضور الأقواس والمعقوفات. في هذه الحالة العملية ستقول لنا ضروري أننا كيف ما قلنا قبيلة الأسبقية للضرب للقسمة قبل الجمع والطرح، ولكن هنا ضروري ننتبه لحساب ما بداخل الأقواس هو الأول. كيف ذلك؟ لاحظوا معي هنا سي تساوي 6 زائد هذه المعقوفة، إذن نحسبوا ما بداخل الأقواس. هنا نحتفظوا بستة زائد نخليوا المعقوفة ونجي نحسبوا القوس. هنا 14 في 2 فهي 28 زائد 50 مقسمة على 5 فهي 10، نخليه المعقوفة ناقص 2. نتمنى يكون واضح. هنا قمنا بحساب ما بداخل القوس بحساب ما بداخل القوس، واحتفظنا بالمعقوفة. هذه المعقوفة في هذه الحالة فهي تمثل كقوس، يعني نحسب ما بداخل المعقوفة أو القوس. هنا تساوي 6، هنا تنهتم أننا إزالة الأقواس والمعقوفات، عاد من بعد نمر إلى الحساب. 28 زائد 10 فهي 38 ناقص 2. إذن مفهوم؟ نتمنى يكون واضح. ندوزو لنا لهذه المرحلة، فإننا تنرجعوا للمرحلة ديال أ، فهنا بمعنى أننا تنسبقوا حساب العددين الأولين، يعني 6 زائد 38 تساوي 44 ناقص 2، 2 تنحتفظوا بها، ومن بعد تنحسبوا تساوي 44 ناقص 2 هي 42. نتمنى يكون الشرح واضح. خصنا نعرفوها أننا هنا لاحظنا بأن العملية اللي قمنا بحلها فهي تضم الأعداد الصحيحة. نفس الشيء بالنسبة للأعداد الصحيحة، ممكن نقول على الأعداد العشرية هي مع الملاحظة أن هذه بها الفصيلة. هنا الأعداد العشرية كاينة تقنيات باش نحسبوها، يعني تنحاول أننا نقربوا الأعداد اللي قريبة تعطينا عدد صحيح. العملية تتكون بحال هكا، فيها زائد ناقص قسمة، بحال الأعداد الإنجاز ديالها، بحال هذا الإنجاز ديال العدد ديال الأعداد الصحيحة. هنا هي مثلا 4.2 زائد 1.8 ناقص 3 زائد 5.4. هنا كذلك نقوم بجمع العددين الأولين، ومن بعد ذلك نحتفظ بالأعداد ونقوم بإتمام العملية كيفما الأعداد الصحيحة. هنا 4.2 زائد 1.8 فهي في حسابها تساوي هي 6، 8 زائد 2 10، احتفظ بواحد 6 ناقص 3
زائد 5.4. ليس هناك جديد هنايا، فهي نجزنا هاد العددين حسبناهم واحتفظنا بالعدد الاخرى. نمر للحساب التالي، هنا هي 3 زائد 6 ناقص 3 عفوا فهي 3 زائد 5.4. وكيف ما تعلمنا في الابتدائي المستويات اللي قبل، فان 3 زائد 5.4 تساوي هي 8.4. اذا هنا فلا اختلاف بين الاعداد الصحيحه ولا الاعداد العشريه. كل ما علينا اننا كيف ما قلنا ننتبهوا نعطيو الاسبقيه عند الحساب للاعداد للضرب وللقسمه قبل الجمع والطرح. واذا كانت العمليه فيها اقواس ومعقوفات لابد ان نقوم بحساب ما بداخل القوس وما بداخل المعقوفه هو الاول، ثم بعد ذلك اتمام العمليه كما قمنا في العمليه الاولى. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو، من هذه التمارين. نتمنى أن نكونوا موفقين وأن يسهل عليكم الدرس، يسهل عليكم العمليات. وإلى فيديو مقبل بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.